صباح الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الحدث. اليوم عيد العمال، بعضهم يسميه عيد العمل. بكل الأحوال، كيف تبدو القطاعات المنتجة في لبنان لمناسبة هذا العيد، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية؟ اليوم أيضا نسبة التضخم خصوصا بالأسعار الغذائية في لبنان هي الأعلى في العالم. المستوى المعيشي بالإضافة إلى القوانين الإصلاحية، كيف يبدو المشهد في المرحلة المقبلة، خصوصا وأنه نحن جايين يا أما على انهيار كبير يا أما على بداية مسار جديد في البلد. ضيفي، أهلا وسهلا فيك الكاتب الاقتصادي منير يونس. صباح الخير. صباح النور. يعني بداية، قبل شوي كنا عم نتابع، كمان زملائنا عم بتابعوا، يعني في بعض المسيرات يلي بتصير خجولة بهذا النهار، خلينا نسميها هيك، قدام حجم الأزمة بالبلد وتدني مستوى المعيشة، حجم التحركات بتلاقيها خجولة، خصوصا وأنه النقابات خسرت دورة، ما في نقابات يعني بلبنان، ما في، إذا هلا بتصحح لي شو رأيك، أنه ما في نقابات فاعلة في لبنان اليوم. حقوق إذا بدك العمال هي دائما بتصير بمهب المصالح بين أنه أصحاب رؤوس الأموال. ولا بدي أسمع منك شوي، كيف يبدو المشهد للقطاعات الإنتاجية بلبنان بهذا النهار؟ نعم، المشهد مأساوي، لأنه نحن بأحد أسوأ الأزمات، وهي الأزمة مصنفة الأولى بالعالم كإفلاس بير كابيتا، يعني ما أصاب السكان من تقهقر بمداخيلهم وفقدان لودائعهم، هذه الأسوأ بتاريخ الأزمات بالعالم. بالمقابل شو منشوف؟ منشوف أنه الاتحاد العمال العام وبقية النقابات بيشتغلوا تقريبا خزمتشية عند السياسيين. نعم. ومنشوف أنه المودعين إذا دعيوا إلى تظاهرة ما ما بينزلوا إلا بالعشرات، علما أنه في تقريبا 1,400,000 مودع متضرر. ما بدي حط الحق على الناس والمودعين والمواطنين، بس بدي أقول أنه هذا النظام هو من الخبث بمكان قدر أنهى شيء اسمه حركة عمالية ونقابية بالبلد، وهذا النظام من الخبث بمكان اللي قدر خدر ويعني غرر بالمودعين على مرحلتين، الأولى وقت اللي سرق ودائعهم، والثانية وقت اللي أقنعهم بالأمر الواقع وبالهركات اللي قائم. فنحن بوضع كتير سيء على مستوى المواطنين عموما والعمال خصوصا. العمال لبنان فقدوا مدخراتهم طبعا، وفقدوا القيمة أو القدرة الشرائية لرواتبهم طبعا، بالرغم من التصحيحات اللي حصلت آخر فترة واللي رجع لحقها تضخم. نعم. تأكلت. نعم. حاليا إذا بدنا نقيس على مداخيل ما قبل الأزمة، بالمتوسط العام العمال والموظفين فاقدين تقريبا 85% مما كانوا من رواتبهم يحصلوا عليه من رواتب او قدره شرائيه قبل الازمه. قصدك على ال 1,500؟ نعم. 85% يعني. نعم. اليوم بيقبضوا تقريبا كمعدل، عم نحكي، عم تحكي عن القطاع العام ولا القطاع الخاص؟ عم نحكي متوسطات عامه. هلا حصل تصحيح، بس في فرق كتير كبير هلا بين رواتب بين القطاع العام. نعم. والقطاع حصل دولره جزئيه خصوصا بالقطاع الخاص، ولكنها غير كافيه، والمشكلة الأكبر تكمن ب 300,000 صاحب مدخول بالليرة عموما في القطاع العام. هي جزء المشكلة الأكبر تتركز فيها 300,000 اللي هن، يعني عم نحكي عن 1,200,000، لأنه 300,000 أسرة خلينا نفترض. نعم. ففوق المليون وشوي اللي هن مصنفين اليوم تقريبا بتقاطعات معينة، عم نحكي عن 37% من اللبنانيين أصبحوا عند الفقر المدقع، اللي هو معيشة دولارين وما دون في اليوم. ثم يضاف إلى هال 37% كمان ثلث السكان، يعني خلينا نفترض 37 هني ثلث. نعم. عند الفقر المدقع، اللي بحاجة لمساعدات سواء من البنك الدولي، من الأحزاب وجهات مختلفة عم تقدم مساعدات، أو اللي هني عضوا على جرحهم ونزلوا مستوى استهلاكهم للحد الأدنى. يضاف إلى هذا الثلث من الفقر المتعدد الأبعاد، خلينا نقول بمعنى
بمعنى أنه ممكن يكون عنده مدخول للغذاء بس ما عنده مدخول ليجيب كهرباء للطبابة مثلا. ممكن يجيب كهرباء بست ساعات أو ثلاث ساعات، عنده مدخول للكهرباء بست ساعات بس ما عنده مدخول ليرجع يبعث أولاده على المدرسة الخاصة إلى آخره إلى آخره. فشي بسموه الفقر المتعدد الأبعاد، كمان هن تقريبا ثلث أو أكثر من ثلث السكان. بيبقى عنا أقل من ثلث، كنا عم نحكي السنة الماضية عن 20% ميسورين، صرنا اليوم ميسورين بين مزدوجين، صرنا اليوم عم نحكي وهيدي معضلة بأكثر بتقريبا الثلث الميسورين. ليش؟ شو حصل حتى كانوا 10 ميسورين ثم 20 ثم هلأ 30 مثلا؟ أنه هذا اللي كنت جاي أسألك إيه، لأنه اليوم اللي براقب من برا اللي ما بفوت لجوا أكيد بيقول أنه، كنت عم بقرأ عنوان هذيك المرة، أنه لا لبنان مش نص فقير، لا أنه اليوم الحركة هي حركة دائمة، عجلة السير هي دائمة رغم سعر البنزين مثلا، رغم الدولار اللي صارت، المطاعم مفولة. أنا شوي بدنا نحكي عن قبل ما نفوت طبعا هلأ بموضوع الإصلاحات وشو عم بيصير وحاكمية مصرف لبنان وبالاستحقاقات المقبلة، بس بالشكل اليوم في تناقض بين حقيقة الواقع يلي عم ينحكى عنه عم تتفضل فيه هلأ حضرتك، وبين المظاهر يلي منشوفها ويلي هي بتشير على أنه لا ما في هالقد نسبة فقر، في فقراء طبعا بس نسبتهم مش قد ما بينقال. بدي أسمع رأيك بهذا الموضوع. أول شيء حصل طبعا هذا صار اليوم بالأسابيع والأشهر الأخيرة، في تقارير غربية عم تتقاطع حول شيء غريب عم يحصل بلبنان، هل تأقلم مع هيك نوع من الأزمات اللي ممكن لو عشرها أو بفرنسا مثلا كانت قامت لأيام، يعني مثلا بفرنسا بيتظاهروا شهر كامل على أنه التقاعد بيزيد 100 يورو أو بينقص 100 يورو، تخيل يعني. أو أنه العمر أو العمل يستمر ل 62 ولا 64 سنة فيضلوا بالشوارع أشهر طويلة، علما أنه الموضوع للمستقبل، بس أنه فهد بس هن لأنه أولوياتهم غير، لأنه نمط حياتهم غير، لأنه نحن على حجم المصائب صاروا أنه ما بقى تفرق معهم. أول شيء حصل وهذا منيح ومش منيح، منيح أنه تحسنت أوضاع بعض الناس خلال الأزمة، ومش منيح أنه هذا حصل بتبييض الأموال للأسف. ليش تبييض الأموال؟ لأن الناس تعتقد أنه تبييض الأموال هو بس تجارة سلاح وتجارة مخدرات اليوم اقتصادنا طلع من النظام المصرفي، تعاملاتنا، معظم تعاملاتنا طلعت من النظام المصرفي. قصدك صارت الكاش، انه اقتصاد الكاش. نعم. وهذا واحد من المشاكل اللي عم يحكينا فيها صندوق النقد. نعم. بعدين تراجعت قدرة الدولة على الرقابة على أصحاب المداخيل. يعني حتى بوزارة المال مثلا الموظفين بأربعة خمسة اللي عم يعتنوا بضرائب الإيرادات والضرائب والمدى خصوصا ضريبة الدخل. فتراجعت قدرة الدولة كثير على الرقابة وعلى الجباية. طبعا تاريخيا نحن في تهرب ضريبي بلبنان بنسبة 40-50%، اليوم زاد أول شيء مع انهيار الليرة ومع تقهقر الإدارة العامة عموما ووزارة المال خصوصا، فما عاد في كنترول على الإفصاحات السليمة للمداخل. فمن زاوية ما في بنوك، فلوسنا ما عم تروح على البنوك، من زاوية تانية عم نتهرب من الإفصاحات، فهالدولار عم يعمل هالإفكت اللي شايفينه تقريبا بأسواق الاستهلاك، علما أنه لازم كان جزء منه يروح على ضرائب ورسوم ما عم ندفعها، وجزء منه أساسي كان يروح تاريخيا على الإدخار. فصبنا اليوم عندنا هالدولارات، دولارات ببيوتنا عم بتزيد، او يعني مش عم بحكي عن كل الناس بس اللي عندهم شوية دولارات، فعم يفترض هو انه في يستهلك منهم طالما انه اكل الضرب بالبنك، فخليه يعيش بما لديه من بعض الدولارات. هيدي شغلة. ايه نحن عايشين، يعني بديش اعطي رقم بس في تبييض اموال كبير اتسعت دوائره خلال هالسنتين بشكل مخيف، وحيتبين معانا بالأسابيع المقبلة أنه الفاتف اللي هي مجموعة العمل المالي الدولي اللي اجت على لبنان أواخر السنة الماضية وعملت استطلاعات بالجمارك وبالمصارف والجهات المعنية وحتصنفنا
بين الدول اللي عم يزداد فيها الكاش وبالتالي عم يزداد فيها تبييض الأموال. والمرة الفاتف كمان حتكون عندها شابتر له علاقة بالقرض الحسن، على ما يبدو أنه عادة هني ما بيجوا على هذا الموضوع، بس المرة كأنه لازم بدهم يجوا عليه ويحذروا منه. بحلقة سابقة أنا وياك كنت عم تقول أنه في فصل اليوم رح نشوفه يتعلق بالقرض الحسن. شو بيعني هذا الكلام وشو يعني تصنيفه ماذا للقرض الحسن؟ طبعا القرض الحسن يفترض هو من حيث الشكل هو مش بنك، يعني اليوم عم نحكي نحن انه هو بنك، هو مش بنك لانه هو ما بيقبل وديعة من الناس، هو يقرض. ولكن الأسئلة عند الجهات الدولية منين عم يقرض؟ منين المال؟ يعني مصدر المال نفسه اللي عم بيتم اقراضه وما بحطوا فيه مصاري؟ لا، الناس ما فيها تحط مصاري، يعني هو لانه لو فيها نحط فيه مصاري بيتحول بنك، فبالتالي لازم يخضع على قانون النقد والتسليف وجملة الرقابة الموجودة. هو مش خاضع على قانون النقد والتسليف وخارج الرقابة البنك المركزي والجهات المعنية. فإذا هو إذا بدك جمعية NGO، جمعية تقرض، في منا بالعالم، في باكستان، في بإيران، في بماليزيا، بسموهن الميني إقراض، الإقراض المتناهز الصغر يعني. ولكن عادة لأنه نحن عم نتعاطى بالدولار، وأن هيدي الناس ما بينتبهوا لها، طالما القرض الحسن يقرض بالدولار فبالتالي مش لازم يزعلوا انه اذا الامريكان سالوا منين الدولار. بكل بساطه يعني انا بقول لك شو له علاقه معنا الامريكي، انت تتعاطى بعملته، انت تتعاطى بهذا الدولار اللي هو طبعه واللي هو معني بمتابعه او بتتبع مسار هذا الدولار. طالما القرض الحسن يتعاطى بالدولار فاذا الامريكي معني فيه. هلا الأمريكا عنده قدرة أنه يأثر على جهات مالية دولية رقابية، منها مجموعة العمل المالي الدولي اللي هي الفاتف، اللي يفترض أنه قد تأتي على مسألة القرض الحسن كما لو أنه هو جزء من اقتصاد موازي غير مراقب. بس بدي أقول لك شيء أستاذ منير، بس تعقيبا على هذه النقطة بالذات، أنا بحسب معلوماتي أنه هن صاروا يحطوا فيه مصاري. بلا، صار في ناس يروح يحطوا فيه مصاري ويحطوا فيه ذهب اعتقد كمان. لا، ومصاري. الذهب هو الرهن. اي بس في مصاري عم تنحط فيه خارج اي كنترول. شو اللي بتقولي ايداع بمعنى له نظام للايداع، له نظام. بمعنى هو ائتمان. في فايده، في مده، في اجل، هن بلا فوايد اعتقد، بس انه هن لانه هن قوانينهم تختلف عن قانون النقد والتسليف، وانه لا للفوائد وهيك، بس على كل حال اوكي. لا، عدد العملاء القرض الحسن هن مقترضين اساسيين. ولكن المال منين بيجي؟ بتقولي لي عم يجي من مودعين. هن هيك بيقولوا، هذا اللي لازم يتبين. اذا فعلا في ايداعات لازم يبطل القرض الحسن يقول انا خارج الرقابه، ما هي ريسك، وقت اللي هو بيعترف انه حدا عم يجي يودع عنده اصبح ملزم هو بالافصاح، لانه هذا اسمه ائتمان، حدا ثمن. لازم يتحول الى رخصه مصرفيه ويروح على قانون النقد والتسليف. طيب هني ليش بعدهم خارج قانون النقد والتسليف؟ طيب لانه هني بيقولوا نحن معنيين بالقروض المتناهيه الصغر اللي هي بتساعد الناس. فمجرد ما يقولوا بنقبل ايداع، هيدا بدينهم ما بيساعدهم، بمعنى لازم يروحوا على القانون. لذا هني اذا بعد هلا شو جاي تعمل المجموعه، مجموعه العمل المالي اجت وراحت شو بدا يعني، ما هو الاجراء يلي هلا مقبل على قرض الحسن؟ حنحكي عموما. اول شيء هيدي مجموعه العمل المالي الدولي بتعطيك مشهد انه هيدي الاموال او التحويلات سليمه او مش سليمه، او بدك لازم تشريعات تشدد على العمليات والتحويلات، لأنه يجب أن يكون مصدر الأموال تشغيلي واضح، سواء كانت تحويلات من برا، إيداعات من جوا، ترانزاكشن، أي شيء، لازم يكون دائما المصدر المال مصدر تشغيلي. أنا وأنت نقدر نبرر أي وقت أنه هذا راتبي، هيدي ثروتي، هيدي ربحي إلى آخره. مع اقتصاد الكاش وتوسعه بما يزيد عن 60% من الناتج، أصبحنا عم نحكي عن تقريبا 60% من العمليات غير معروفة المصدر التشغيلي. هلا قد يكون هناك مصدر تشغيلي، ولكن لأنه نحن صرنا خارج النظام البنكي السليم،
فبيجوا هن بيطلبوا تشريعات إضافية بحيث أنه تصير هذه العمليات مدققة أكثر لنعرف مصادرها، مصادر الأموال. وقت اللي بيصنفونا طبعاً نحن بالقائمة السليمة ممكن نتصنف بالقائمة الرمادية، والأسوأ هو القائمة السوداء. نعم. وفي اتجاه أنه 10 معايير 9 منهم لبنان ساقط فيهم. حتى المعيار اللي ناجح فيه بعض الدول العضو بهذه المجموعة بتقول كمان ساقط فيه، وهذه وفقا لمعلومات عم بيسربوها السفراء المعنية. أي. يعني لازم نروح على القائمة السوداء. ولكن شو بيعني هذا؟ ولكن شو تداعيات هذا الأمر؟ القائمة السوداء يعني أنت عم تحكي عن كوريا، إيران، هيك دول، عن فنزويلا، عن كوبا، اللي بتنقطع عن النظام المالي العالمي. وهون الطامة الكبرى، لأنه الشريان الأساسي لمعيشتنا هي نعم. هالتحويلات. نعم. إذا تصنفنا بالسودة، قائمة السودة، بتصير التحويلات المغتربين للداخل جدا صعبة. يعني إذا كان التحويل بده سؤال أو سؤالين، تدقيق أو تدقيقين، بصير بده 40 تدقيق. أوكي، بس بعرف أنك حضرتك عم تحكي، حضرتك اقتصادي، وبعرف أنه كل مرة بنحكي بنفس الموضوع، وكل مرة بقول لك أنه هذا قرار ليس فقط قرار اقتصادي، هذا بيكون قرار سياسي كمان، وحتى ساعة غير موجود هذا القرار السياسي بيقطع لبنان عن العالم. أول شيء، أو أنا غلطانة؟ لا مش غلطانة. أول شيء اللبنانيين بيسيسوا كل شيء، حتى لقمة الخبز مسيسة، صح؟ هي هيك بلبنان. لا. بلبنان شو؟ بلبنان شيك؟ حتى خبزنا اليومي كله. نعم. سياسي صح؟ والله أنا غلطان. كل شيء مطيف أو مسيس صح؟ ومنعيب على الآخر أنه بيسيس، ما نحن مسيسين كل شيء. يعني بديش أقول أنه اللي بقى هذه القرارات الدولية، صندوق النقد، المجموعات المالية الدولية لا تعمل وفق أجندة سياسية كمان. ما بدي دافع عنهم أنا. أنا عم أقول نحن نعيب عليهم أنه بيسيسوا الأمور. طبعا نحن منسيس كل شيء، بدليل على مدى هالثلاثين سنة مع جرأة التسييس العالية واللي فيها بروباغندا، حصل تنويم مغناطيسي وسرقوا لنا مصرياتنا. الناس ما بتنتبه لهذا الموضوع. قريت شو كتبت حضرتك، انه كيف ممكن شعب ينسرق له 100 مليار دولار وهو مش ما كان منتبه؟ كان لازم ينتبه على 10 مليار. ما انتبه. يا سيدي انتبه على 20 مليار. ما انتبه. 30 40 وصلوا على 100. ليش برأيك؟ بس هلا مقسمين هال 100. بيقول مصرف لبنان انه انا ما كلفوني كلهم للدوله، يعني ما اقرضت الدوله كل هال 100 مليار، في عندي دعم الدولار وعندي دعم الليره. نعم. ما هيك؟ انه دعم سعر صرف الليره كمان، وهو بيقول انه كمان عنده الهندسات الماليه وكمان عنده جزء والى اخره. نعم. وبالتالي بس اليوم لحتى نوصل لليوم، حجم الدين اليوم او حجم الفجوه الماليه يلي عم نحكي عنها. نعم. منهم من يقول انه، رح ارجع عيد نفس القصه، انه بعد حصول تسويه سياسيه وأنه بهذا الوقت الضائع تدرس إذا بدك المصارف بالإضافة إلى الطبقة السياسية القديمة المنظومة، كيفية إمكان إفلاتها من حجم الأزمات اللي افتعلتها سابقاً عبر مجموعة من الخطوات قامت بها مالية. واليوم أي تسوية سياسية مقبلة على البلد رح تمحي ما مضى ورح يبلشوا على شيء جديد. بدي اسمع رايك بهذا الموضوع، وعلى شو رح يبلشوا يعني. نعم. في مسارين، اذا مش ثلاثه، بس خلينا نحكي على الاثنين الاوضح. اول مسار هو صندوق النقد الدولي، اللي اتضح انه بمكان ما ياتي على محاسبه وعلى تدقيق، واذا اجى على محاسبه وتدقيق سياتي على مسؤوليات بشكلين غير مباشر، في جمله قوانين وتشريعات وقرارات وشروط مسبقة حطتها الصندوق، وسيأتي لاحقا بعد مثلها، لأنه نحن بعدنا بالاتفاق الأولي، وهن بيعرفوا أنه جاي وراها شروط قد تكون أصعب من اللي شافوها بالمرحلة الأولى. نعم. طبعا في منها شيء علاجات وفي منها شيء محاسبة. وهن من اثنين بدهم يهربوا. أول شيء العلاجات، لأنه تأتي على مصالحهم بجملة قطاعات، والمحاسبة هن قايمين بهذا البلد على نظام مركبينه من بعض الطائف يقوم على الإفلات من العقاب، ما بطل سر هذا. فإذا هذا المسار صندوق النقد أصبح صعب،
وهذا يعني حالة موت سريري سيدفن عاجلا ولا آجلا اتفاق مع الصندوق. بس كيف سيدفن وهلأ مثلا دول خليجية تحديدا المملكة العربية السعودية وحتى بيقولوا أنه اليوم لن ندخل إلى لبنان ولن ندعم لبنان إلا عبر مشاريع تمر عبر صندوق النقد؟ نعم، ما هو سألوا لفرنجي الفرنسيين وقال لهم أنا مع الصندوق. ايه؟ طيب كيف هو ممكن يكون مع الصندوق وبالتالي هيدا ومنظومته ضد الصندوق؟ بالرئال بمجلس النواب أنا ما حدا بيحكمني لا صندوق ولا غيره، مش هيك؟ ومش عارف مين قال انه شروط الصندوق غير قابله للتطبيق وما بدنا اياه. طبعا تطلع اصوات وحتى في اقتراحات هلا ضد الصندوق بالمطلق، منها انه لا ما في، ما بدنا نشطب خسائر وما بدنا نحمل مسؤوليات وما حدا مسؤول وبدنا نرد كل الودائع. هالثلاث اربع كلمات ضد الصندوق بالمطلق. الصندوق عم بيقول شغلتين اساسيتين، بدك تشطب، ما فيك تحط على كتافك 75 مليار دولار وناتجك 15-16 مليار، مستحيل بأي معادلة، مستحيل. بك تشطب، كيف تشطب منناقش نحن وياك. اثنين، في مسؤوليات منظومتنا ما بدها تشطب لأنه عنده الناخبين ولأنه فيها 12 ألف حساب، لأن تقريبا الكتلة الأساسية من الودائع الكبيرة هال 12 ألف حساب محسوبين على الستة وستة مكرر، كل الطوائف والزعماء وهالمحسوبيات مثلين بهال 12 ألف حساب، ما بدهم يقولوا لهم انه بدنا نشطب. وانا ما بدي، انا وغيري ما بدنا نشطب، نحن عم نقول تعالوا ندقق بهال 12 ألف حساب. نعم. نشوف اذا مصادرهم التشغيليه سليمه مثل ما كنا عم نحكي من شوي. اكيد بيرجعوا حقهم على المجتمع انه هالاموال ترجع، ولكن ليش أنا كمجتمع بدي أتضامن مع 12 ألف حساب بمثلوا الكتلة الأكبر من الودائع على مدى جيل كامل، سخر لهم أصول الدولة وإيرادات الدولة من دون ما أعرف إذا هذا المال أصله التشغيلي سليم أو لا؟ نعم. بكل بساطة. فهذا مسار الصندوق، ما بالدنيا. شو المسار الثاني؟ المسار الثاني هني معتقدين أنه مثل باريس واحد واثنين وثلاثة وسادر بيقدموا شوية وعود للمجتمع الدولي وبتجي شوية مليارات. نعم. وبيلعبوا على فكرة عودة الثقة. على فكرة تاريخيا باريس واحد واثنين وثلاثة ما اجا كتير منهم مصاري. نعم. بعكس من الناس بتعتقد. بس هني خلقوا مناخ، مناخ ثقة خلى انه الاستثمارات تكون موجودة، وخصوصا اللي وقعوا بهذا الفخ هني المغتربين. نعم. دايما لاعب جوا بيلعب سياسي بيلعب. بس هل تصح بعد يعني هيدا السيناريو اللي كان يحصل من قبل وكان يمشي الحال، بعد يصح اليوم مع 100 مليار دولار فجوة مالية؟ بعد يصح اليوم بعد خسارة الثقة بالقطاع، بالقطاعات المختلفة، بعد خسارة الثقة بالدولة، بعد إذا بدك أكبر أزمة عم يشهدها لبنان، بعد خطاب الدول الخاصة بلبنان، يعني هلأ حتى باللجنة الخماسية تحديدا المملكة العربية السعودية هن الدول يلي بيعطوا مصاري للبلد، هن الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية وقطر، هو الثلاثة أكتر إذا صحح لي إذا كنت غلطان. وثلاث شروط لثلاث هول الدول هو صندوق النقد، قديش بعد فيها هذه المنظومة تهرب من هذا الشرط؟ هلأ بالخطاب المعلن المجتمع الدولي والعرب أنه إيه لازم لبنان يعمل اتفاق مع صندوق النقد، ولكن إذا بتاخديهم واحد واحد لحال قد يكون فرنسا عندها مصلحة بالغاز فبالتالي بتتساهل. ما فرنسا ما بتدفع مصاري بالبلد، فرنسا بتاخد مصاري بتسوي. من البلد بتسوي وبتاخد، ما بتدفع، بتسوي مشاريع حلول صح؟ ايه؟ انه شوية اصلاحات بيعملوها اللبنانيين وجايهم غاز وهني عندهم مصلحة بالغاز. هاي واحد. لحظة بدي وقفك لو سمحت، قديش فرنسا اليوم قادرة انه تفرض نمطها بالحل؟ قدي قادرة تفرض تسويتها؟ ما هي عم نشوفها من وقت مصطفى أديب، من وقت عشية تفجير 4 آب لليوم، هي حتى الساعة لم تثبت أنه هي دولة قادرة أن يعني تترجم رؤيتها بالبلد. لا. ولا أنا غلطان يعني قصدي على أي أساس عم نحكي عن فرنسا ودورة يعني؟ أنا ضد ما يقوم به الفرنسيون بالطريقة اللي عم بيقوموا فيها، ولكن كمان نجحنا ننسى انه عندنا ثعالب هون فظيعين. يعني وقت اجى ماكرون وقدم المبادره الفرنسيه مين سقطها؟ قال انه اعملوا مع حكومه مهمه حتى تعالج هالازمه اللي انتم فيها. حكومه مهمه بمعنى انه بعدوها عن سياسه ولا شويه اجنده بالاصلاحات، سقطوا له اياها. ثم راح ماكرون وغيره انه هودي اللبنانيين يبدو بدهم العصا،
فأجبروهم على موضوع صندوق النقد. كمان اليوم عم يطلعوا من موضوع صندوق النقد. فإذن المشكلة اللبناني عند سعالب وذئاب وضباع السياسي في لبنان. أول نجي على الدور الفرنسي. الفرنسيين عم بيقولوا اليوم نحن نعمل ضمن ميزان قوة، وميزان القوة اليوم طابش عند الثنائي. هني هيك عم يحكوا ببراغماتية بالريل بوليتيك تبعهم. هلأ خلفية هذا الكلام هني بدهم علاقات مع إيران، بزنس مع إيران، نعم، مع سوريا، في كتير كلام حول هذه القصة. وما تبقى لهم من جيو بوليتيك في هذه المنطقة هو لبنان. إذا بتشوف النفوذ، خاصة اليوم دخلت الصين كمان على المنطقة بالاتفاق السعودي الإيراني، ما تبقى لهم من نفوذ هو لبنان، قد يكون مدخل لسوريا أو لإيران بالسياسة بالأمن وخصوصا بالاقتصاد. فهني عم يلعبوا هذه اللعبة أنه ميزان القوى المحلي اللبناني طابش عند حزب الله أو الثنائي، وأنه بيسوقوا رئيس يطمئن حزب الله، نعم، ولكن معه بيسوقوا رئيس وزراء إصلاحي اسمه نواف سلام أو تمام أوكي. سلام أو ما بعرف مين أو المخزومي عم ينطرح من جديد هلأ كمان. بس خلصت هيدا، يعني قصدي أنه حاولوا ونجحوا. أنا عم أقول لك شني عم يفكروا. أوكي. اصطدموا بشو؟ اصطدموا بشغلتين. طبعا أنا ماني سياسي، بس عم يعني نحكي بالسياسة عموما، يعني بحبش حكي السياسة. لا أنا ما ولا أنا، بس أنا عم أقول أنه ربطا ما شاء الله كمان شاطر. لا ولا أنا هلأ معك، يعني بعرف أنه حضرتك ضيف ضيف يعني اقتصادي، بس بقصد أنه عم تحكي حضرتك عن دور فرنسي بالمجال الاقتصادي. أنا بس عم ناقش معك أنه اليوم إلى أي مدى فرنسا هي فعلا حدا بيقدر يحكي اقتصاد بالبلد، لأنه هي منا دولة بتعطي البلد، هي دولة بتجي بتعمل استثمارات وبتاخد، اللي بيعطي بمكان آخر بيعطي هي أمريكا، قطر، السعودية، هيك أنا قصدي. شوف في نوعين من العطاء، عطاء او المساعده، او يعني مثلا خذ الصندوق النقد بيعطيك اسيستانس تكنيك، نعم، مساعده تقنيه، وبيعطيك قرض ويسي على الدول الاخرى. الغرب بيقول لك انا بعطيك اسيستانس تكنيك، معناه نعم، بعلمك الحوكمه، نعم، علمونا الحوكمه، صح؟ لانه عندهم نوع من الحوكمه ناجح، حبيتيه ما حبيتيه، نعم، عندهم نوع من الحوكمه نجح نسبيا، فبيقولوا لك حتى تتطوري وتخلقي فرص عمل وتزدري ويكون عندك، فبدك هالنمط الديمقراطي الغربي هذا اللي بيحاولوا يسوقوه دائما كقيمه من قيمهم اللي نجحت بالاوكسيدون بالغرب. هذا منه مال هذا، نعم، بس هذا كمان منه ماشي شيء هو عمليا. وفي البيور دو فون، المانحين الاساسيين اللي هن الخليجيين، اللي عليهم غالبا لبنان كان يعتمد منذ التسعينات إلى اليوم، نعم، طبعا بالإضافة للبنك الدولي، للبنك الأوروبي للاستثمار إلى آخره، بس البيور دو فون الأساسيين كانوا الخليجيين. اليوم الخليجيين، يعني خذ الصمت السعودي في مخص فرنجية، أحدهم اليوم الصبح قال لي هذا الصمت مش علامة رضا. عادة الصمت بيكون علامة رضا، يبدو الصمت السعودي ليس بعلامة رضا، هو صمت سلبي على ما هو مطروح. نعم، ما بدهم هن يقولوا ما بدنا فرنجية، بس موضوع لبناني هذا، ولكن هن صامتين ونحن قاعدين ناطرين انهم ينطقوا شي كلمه ومنبلش نقولهم كلام. قالوا ولمحوا وابتسموا، ما رح يقولوا، يعني قصدي انه واضح انه اليوم السعودي لن يقول لا ايه ولا لا، عنده هيدي الجمله الشهيره اللي عم بيقولوا عنه، عندنا مواصفات وانتم روحوا شوفوا شو بدكم تعملوا. حتى لو قالوا ايه انا استبعد، بس حتى لو قالوا ايه ما حتشتت الدورات. ليش؟ طيب اليوم نحن مش أهم من مصر بالجيوبوليتيك، وعلاقتهم مع السيسي ممتازة، نعم، عند استحقاق الإصلاحات عم الخليجيين عموما والسعوديين خصوصا عم يقولوا لن نضخ إلا وفق إصلاحات. نعم، تخيلي مصر المئة مليون مزبوط، بطل في مال خليجي سهل، طيب، ولم يعد هناك مال خليجي مجاني. كرمال هيك عم بسألك إلى أي مدى هذه المنظومة السياسية بلبنان قادرة بعد تتجنب إصلاحات صندوق النقد؟ هي مضطرة تعمل إصلاحات صندوق النقد. أولاد الذين عم يراهنوا على 9 مليار الموجودين بالبنك المركزي فظيعين، يعني بيراهنوا على حفة الهاوية تاريخيا، هيك بيراهنوا على المهوار، يعني فيها 9.5 مليار الموجودين بالبنك المركزي، نعم، بيشتروا لهم شوية وقت. والأهم من هاو هن قدروا دجنوا اللبنانيين على التكيف مع هذا الواقع المزري، يعني بيكفي انهم دجنوا اللبنانيين على هركات ودائع ب 85%. انت بتعتقدي بسيطه هاي؟ انه
اللي عملوه منه بسيط. نعم. قدروا دجنوا اللبنانيين على انهم يصيروا مضاربين على منصة صيرفة. حولوا الناس مضارب جي على منصة صيرفة. كمان منه بسيطة. حكيتيني من شوي عن الدين. بطل في الدين اسميا هو 100 مليار. عمليا مع الانهيارات، انهيار اليوروبونز، انهيار الليرة، يكاد لا يساوي 6-7 مليار. فإذا نزل او 10 مليار. نزل العبء الدين كثير. نعم. ومشكلة المئة مليار ودائع، هن شايفين انه الناس متأقلمة معها وبيعطوهن وعد انه على مدى 5-7 على مدى سنين من ردة. فبالتالي هن عم يلعبوا لعبة، مش ما تفكريها لعبة عشوائية، هي لعبة منظمة نسبيا. نعم. لانهم بيعرفوا انه فيهم بعد يشتروا وقت، وعم يشتروا بالطريقة اللي عم نحكي فيها. عم يشتروا وقت إلى حين. منهم من يقول أنه هيدا كل الأزمة الرئاسية هي ملف سياسي بطبيعة الحال، ولكن هو لا يخلو من ما تقوله حضرتك أنه شراء الوقت هذا وتضييعه هو ليشوفوا كيف بدهم يحلوا الأزمة الكبيرة اللي هي حتى بطال المصارف يعني. نعم. وإعادة هيكلة المصارف، ده مش بعض المصارف اليوم، المصارف شو رح تدفع، كيف رح تشارك بتوزيع الخسائر ولا لا. بدي احكي عن هذا الموضوع، بدي احكي ايضا عن الصندوق لاداره اصول الدوله، وين صار هذا الصندوق. لا. لانه كمان في عليه اشكاليات كثير، منهم مع منهم ضد. كنت عم بسمعك هذيك المره عم تقول انه كل رموز هذه المنظومه هن مع انشاء هذا الصندوق. صحيح. ويتقاطعون على هذه المصلحه. بدي اتوقف مع فاصل اعلاني قصير وبنرجع على هذا الحوار. أعود لكم مشاهدينا وإلى ضيفي. بدي أرجع رح فيك الكاتب الاقتصادي منير يونس. كان بدنا نحكي شوي قبل ما ننتقل عنا كتير يعني، بعد بدي أحكي بكم شغلة. حاكم مصرين رياض سلام اليوم تنتهي ولايته قريبا، رح يتم التمديد لألو. كنت كتبت حضرتك أنه في كلام بالكواليس عن التمديد لألو. طيب خلينا نبلش نحكي بهذا الموضوع. ليش في كلام بالكواليس عن التمديد لألو، خصوصا أنه هو مدعى عليه وانه كل الاشياء الكليه القانونيه اللي تحيط فيه وبشقيقه. امبارح كنا بعدنا عم نشوف التحقيق القضائي مع ماريانا حويك المرتبطه فيه. من زاويتين عم نحكى عوده الكلام عن التمديد، ولو انه برايي صعب او شبه مستحيل، بس عم يرجع الكلام من زاويتين. اول زاويه شويه مطبلين، انه بنرجع لقصه الدولار، انه اذا طلع بيرجع الدولار بيقفز قفزات. هاي مش موضة قديمة، قصدي يعني مش قال الرئيس بري بالأول أنه إذا راح رياض سلامة بيصير الدولار قديقة؟ بري قال إذا أقلنا سلامة بيصير الدولار 15 ألف. طب صار 100 ألف الدولار. يمكن هلأ لازم يقول بري إذا أقلنا سلامة بيرجع الدولار لل 15 ألف. يعني اليوم في شوية ناس عم بتقول أنه إذا، لأنه ناس تنسى بس بتعيش يوم بيوم، هو في استقرار لليرة وعلى 100 ألف وعم تنزل شوي وكذا ومنصة وماشي حالنا، فما حدا غيره قادر يدير هيدي اللعبة، فجددوا له أو مددوا له. وفي كلام على أنه اللي قاله بري من الأسبوع الماضي، أنه كيف بدنا نجيب حاكم قبل ما يكون في رئيس، وإذا ما في رئيس ما في حاكم، ما بالتالي بيصير في إمكان للتمديد. قاله هو بس أنه نستنتج، وهو ما بده النائب الأول يستلم الحاكمية. هلا إذا هو ما بده، ما بيعني أنه قانون النقد والتسليف ما بيقول أنه لازم يستلم. لازم يستلم إذا مش النائب الأول. إذا بري يعني بيقول ما بده النائب الأول يستلم، هو بيكون عم يخالف القانون وعم يضرب القانون بعرض الحائط. بس هو بيقول لك عم براعي رئيس مجلس النواب. عم براعي. لا تخيلي، رئيس مجلس النواب راعي التشريع والقانون. ايه؟ بيقول ما بدي يطبق القانون. ايه بس هو بيقول لك عم براعي القصص الحساسيات الطائفية. ما هي هيدا بحثنا. ما هي نحن وصلنا لهون بالمراعاة الحساسيات والميثاقيات والطوائفيات. ايه؟ والخزعبلات تبع الست وست مكرر اللي هن عم يشتغلوا وفقها وصلنا لهون فيها. اوكي. مين هلا شو رح يصير بحاكمية مصر؟ من هذه الزاوية انه بده يجدد، ولكن في معلومة اكيدة تقول الفرنسيين بدهم راس رياض سلامة، راسه بمعنى نعم مش مقصد محاكمته يعني. لازم يطلع. يطلع قصدك يعني لازم يطلع عاجلا، هلا لازم يطلع. الفرنسيين تسأليون يجب ان يخرج رياض سلامة اليوم من الحاكمية، لاسباب العلاقة بمبادرتهم تجاهنا ولاسباب قضائية بالحالتين، بالسياسي وبالقضاء. الفرنسيين بدهم الحاكم يطلع امبارح قبل اليوم، وعم بيقولوها. والامريكان
كمان من أشهر طويلة أصبحوا بواقع أنه ما بدهم هني مش حامين رياض سلامة، لأنه عشنا على أكذوبة أو ما بعرف شو هي سنين طويلة أنه الأمريكان هني حامين رياض. كمان المعلومة الجديدة لم يعد رياض سلامة بيدقا أمريكيا، اليوم ما هني آخر همهم لازم يطلع، وهني اليوم معنيين بالدرجة الأولى بتسويق شخص للحاكمية، وعلى ما يبدو العلاقة جيدة بينهم وبين كميل أبو سليمان، ويريدون الأمريكان أن يكون حاكم كميل أبو سليمان وحتى قبل انتخاب رئيس. كمان إذا فيكن يا لبنانيين تعملوها، يا حكومة تعملوها بالسرعة العاجلة عملوها. هذا المشهد فيما خص الحاكمية مصر في لبنان. في نجي على المسار القضائي. القضائي نعم. المسار القضائي سيتعقد وسنشهد فصولا لا تخطر ببال. مثلا بديش استبق لأنه هذه معلومات أولية بالقراءات. سوف يدعى على رياض ومجموعة من سمتهم أود بوريسي عصابة الأشرار، حيطلع قرار ظني يعني، وحيتلاحقوا دوليا وحتتوسع المسألة من قضية فوري إلى قضايا أخرى. نحن اليوم عم نحكي بفوري اللي هي عمولات ب 330 مليون دولار. على ما يبدو في كلام اليوم عن شركة مثل فوري اسمها أوبتيموم، كمان سوقت على مدى سنوات طويلة اليورو بونز وخدت منها عمولات. لحد هون ما في مشكل، ولو أنه كان لازم مصرف لبنان هو يروج هيدي الأوراق المالية بما أنه مصرف الدولة فهو المعني بترويج هاي الأوراق المالية، ولكن وكان في تاريخيا شركة اسمها شركة لبنان المالية اللي هي للدولة تقوم بهذا العمل، شطبوها وقوموا مكانها عدة شركات منها أوبتيموم اللي هي طوني سلامة ورجب وعسلة وآخرين، وتربحوا من هالأوراق الدين السيادية اللبنانية اللي نحن رزحنا تحت أعبائها. ما هي هون المشكلة، أنه تربحوا من شيء دمر البلد اللي هو الدين العام. يعني كان عندهم مصلحة سواء مصرف لبنان أو هيدي الناس أنه يزيد الدين العام. ليش؟ تخيلي كان عندهم مصلحة يزيد الدين العام حتى يتربحوا عمولات. مشهد سورياليا يعني 330 مليون دولار تبع فوري ما اجوا الا لانه في متاجرة بالاوراق المالية السيادية اللي هي دين، واوبتيموم نفس الشيء. اذا كان في مجموعة ناس بالبلد معروفين صاروا، جزء منهم مدعو على التحقيق وجزء سوف يدعى الى التحقيق او حيتبين دوره لاحقا، كان عندهم مصلحة اكيد يزيد الدين على اللبنانيين لانه من هذا السياق هن بياخدوا عمولات. نعم. فإذن فوري قد نتوسع بها أو التحقيقات قد تروح على مطارح تاني. وكمان تبين لدى القضاء الأوروبي أنه في مصادر أموال واضح أنه أساسها فوري، أموال مشبوهة لديهم، ولكن في بعض الأموال مش واضح أنه أساسها فوري. مشبوهة بس مش فوري، يعني ممكن يطلع التحقيق من فوري إلى قضايا أخرى. نعم. قد تكون أوبتيموم واحدة منها وقد يكون هناك قضايا أخرى. نعم. طيب بدي شوي نحكي عن موضوع المصارف. واحدة من الإصلاحات يلي مفروضة على البلد في حال بدنا نمشي بمسار صندوق النقد، على الرغم من أنه حضرتك عم تقول أنه هنا عم بيطيروا هذا المسار، بالإضافة إلى شطب يعني بعض الودائع أو نسب يعني من في مسألة توزيع الخسائر اللي عم نحكي عنها ومسؤولية المصارف بهذا الموضوع. اليوم المصارف عليها مسؤولية كبيرة بكيف رح تشارك بتوزيع الخسائر، وهل رح تعمل إعادة هيكلة وكيف عبر رسميلة، وموضوع أنه دمج بعض المصارف الصغيرة. نعم. في اليوم المشروع الحكومي اللي مقدم على مجلس النواب بنص على شغلتين. أول شيء ضمان 100,000. نعم. ومش قايلين قديش على المدى الزمني. بس أي 100,000 تحديدا؟ ما في 100,000 راحوا يعني، قصدي اللي معه 100 اللي بعده موجود. على الأرصدة القائمة. بس اللي بعده موجود لأنه داب في اللي داب داب. إيه ما هي قد إيه دوبوا من هلا من أول أزمة لهلا قد إيه دوبوا؟ رقم مرعب. يعني كانوا الودائع بالدولار 126، بتضيف عليهم 22 تحولوا من ليرة لدولار، صرنا نحكي عن 148. بقي منهم 93، تخيلي يعني 48 زائد 7 55 مليار دولار دابوا بالدولار. نعم. إضافة ل
30 ل 40 مليار ديبو بالليرة، لأنه الليرة وقعت. نعم. صرنا عم نحكي عن تقريبا 85 90 مليار دولار ديبو. نعم. بالدولار وبالليرة من أول أزمة لهلا. يعني بعد 3 4 سنين كمان بنزلوا. بس مش هذا المخطط انه يدوب الناس قبلانه؟ الناس قبلانه. هاي المشكله تبقى عند انه نحن كلبنانيين لم نظهر من الديناميه والاعتراض ما يكفي، وقبلنا بالامر الواقع لاسباب فينا نفوت فيها يعني. اوكي، المصارف. المصارف فاذا في هالمشروع الحكومي اللي بيقول ضمان حتى ال 100,000 وبياخذ سنوات، ويرجح انه يكون بين 5 و8 سنوات. تخيلي حتى ال 100,000 بدهم 5 ل 8 سنوات، وما يفيد عن ال 100,000 بيحطوه بصندوق اسمه صندوق استرداد الودائع. ما بيحطوه كله لانه في جزء من الودائع بيحولوها اسهم في البنوك تقريبا 12 مليار دولار، وفي شيء بسموه فائض فوائد فاحشه قدروها ب 5 مليار بس، علما انه الارقام قبل كانت اكثر بكثير، فهيدي بيشتبوها، بيشتبوا 5 مليار فائض فوائد ربا فاحش يعني. وهلأ عجديد عم يحكوا شطب 5 مليار أموال غير مشروعة، وبدي نوقف عند هيدي النقطة. ليش؟ أول أزمة لحدود السنة الماضية ما كانت المنظومة عم تحكي إنه إنه بالسيستم في مال غير مشروع، كانوا نام طبعا مطالبات صندوق النقد المجتمع المدني آخرين أقروا أنه قد يكون هناك أموال مشروعة، فخلينا نشوف مين بدقق فيها. نعم. انتقلوا من الإنكار إلى القبول من دون آلية تنفيذية. هلأ عجديد انتقلوا من إلى آلية تنفيذية بتقول بالتوقعات الأولى أنه هناك في القطاع المصرفي 5 مليار دولار أموال مشبوهة بيقدروها. نعم. انتقلوا من الإنكار الكامل. لا. بس شو يعني أموال مشبوهة؟ مثل ما قلنا من شوي، غير معروفة المصدر التشغيلي. نعم. بمعنى المطلوب من اليوم وفقا للمشروع الحكومي كل من عنده مليون وما فوق انه يبرر، يجي على البنك ويقدم اثباتات من وين اجى المصاريف. نسيت اقول لك في ال 100,000 وفي سرعة السداد من صندوق الاسترداد حتى المليون، يعني الاولوية لحتى المليون، وما فوق ذلك بياخذ وقت طبعا، ولازم يجي يقدم شو عنده اثبات على ثروته. بس هي شكلا يعني عم يعملوها انه نحن عم نعمل محاسبة وتدقيق. بنرجع لفكرة 12,000 حساب. نعم. المرتبطين عضويا بكل هذه المنظومة من حاكمين ومعارضين لها، 12,000 حساب مرتبطين بكلها. نعم. طيب خلينا بس انتقل لرنا زميلتنا رنا عبود يلي عم بتواكب تظاهرات الحزب الشيوعي. رنا يعطيك العافية. نعم جوزفين، يعني هذه التظاهرة الحاشدة التي بدأت عند الساعة 10 صباحا من البربير وصلت الآن إلى ساحة رياض الصلح. رح يكون طبعا للمنظمين يعني وإلى جانب أستاذ حنا غريب. اليوم هذه التظاهرة ما رأيت، كل سنة عم بيكون في نفس التظاهرة. هل برأيكم اليوم المطالب اللي عم بتطالبوا فيها عم بيكون في إلى صدى؟ يعني المواجهة مفتوحة، والمطالب والحقوق العمالية والنقابية لا يمكن تحقيقها بظل هذه الدولة الطائفية والمذهبية، وبوجود هيك سلطة أوصلت لبنان للانهيار. فكل ما بقيت هذه السلطة في الحكم كل ما ازدادت المصائب والكوارث، وبالتالي الحلول المشاكل الاقتصادية والاجتماعية هي حلول سياسية بالدرجة الأولى، لا يمكن أن تتحقق إلا بتغيير موازين القوى وبتجميع كل القوى. اللي بدها تغير، اللي بدها تعمل مشروع لدولة مواطنة، دولة علمانية، دولة عدالة اجتماعية، دولة ديمقراطية، دولة بوجه التدخلات والضغوط الخارجية، هذه المناسبة هي مناسبة لنأكد فيها أنه استعادة القوة الشرائية للرواتب والأجور، موضوع التغطية الصحية الشاملة، موضوع التعليم النوعي الرسمي، النقل، الكهرباء، والوقوف بوجه الخصخصة وبيع الذهب وبيع مؤسسات الدولة، هذه مطالب للتغيير.
التغيير السياسي ضمن هذا المشروع اللي بندعي له قيام جبهة وطنية ديمقراطية للتغيير السياسي، وبالدعوة لقيام أوسع تنسيق اجتماعي ونقابي لخلق الكتلة الشعبية وفرض تغييرات ملموسة على الأرض. فهذه مناسبة للوقوف أيضا مع كل الشعوب المضطهدة، بشكل خاص مع الشعب الفلسطيني اللي عم يتعرض لأبشع أشكال وأنواع الاستبداد والاحتلال وحكومة عنصرية. لابد من الوقوف مع هذا الشعب، مع مقاومته من أجل تحرير أرضه، من أجل إقامة وتأمين حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس وحق العودة. هذا هي القضية، هي شعارات اللي استشهد من أجلها آلاف العمال بالعالم الأجمع. وعندنا نحن كان في مسيرة طويلة من الكفاح ومن النضال، استشهدوا رفاق، استشهدوا نائبيين بتظاهرات مزارعي التبغ بالجنوب، بالحركة الطلابية من أجل التعليم الرسمي، في مزارعي بمعمل الغندور، وكذلك أيضا في الرجي استشهد معروف سعد القائد الوطني العروبي بمظاهرة صيادي الأسماك. في دم، في تقدم بالقضية الاقتصادية الاجتماعية مثل ما تقدم بالمقاومة الوطنية اللبنانية من أجل التحرير، من أجل التغيير. هذه قضية واحدة ما بتتجزأ ولا بتنقسم. الحزب الشيوعي كان حاضر بكل هالمحطات، واليوم عم يرجع يطلق هذا النداء ويقول وحده المشروع الوطني، الدولة الوطنية، الدولة الديمقراطية هي اللي بتخلينا ننقذ هذا البلد من هذا المصير ومن هذا الانهيار اللي وصله البلد. استاذ حنا، سؤالين قبل ما تبدأوا بالكلمة اليوم. هل أنتم راضيين عن الأعداد اللي عم تشوفوها كحزب شيوعي بلبنان؟ هل برأيكم هيدي الأعداد كافية لأنها تقدر تصنع تغيير، أو على قليل يكون له صدى الصوت تبعهم؟ والسؤال الثاني، الأولوية عم بتكون اليوم للمطالب الاقتصادية أو المطالب السياسية؟ هي المطالب الاقتصادية والاجتماعية هي سياسية. الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تعبير عن أزمة نظام سياسي طائفي وسلطة فاسدة وصلت البلد للانهيار، وبالتالي مطلوب أوسع تحالف سياسي واجتماعي من قوى تقدمية ويسارية وطنية تغير وتطرح مشروع. نعم، شكرا لك استاذ حنا. اذا جزافين، يعني رح يكون في كلمة طبعا منظمين كما قلنا في هذا الوقت بدأت الشعبية، والكلمة راح تكون في هذه الأثناء، وراح نوافيكم بآخر التفاصيل. شكرا لك زميلتنا رنا عبود، يعطيك العافية. قبل ما نختم وننتقل لكلمة المباشرة، كنا عم نحكي بموضوع المصارف، قديش راح تروح على إعادة الهيكلة أو الدمج، لأنه بدي أحكي بعد بدعوة في الولايات المتحدة الأمريكية ضد 12 مصرف لبناني. بدي استفسر منك بهالنقطتين قبل ما نختم. نعم، إذا شالوا أول شيء بتلتزم البنوك بحدود 100,000، والباقي بينشال على صندوق طبعا مع بعض الشطب وتحويل مثل ما قلنا ودائع على أسهم إلى آخره. وهذا الصندوق يمول أو يرفض له من إيرادات أصول الدولة، وربطوا بهذا الشيء مشاريع بدأت تقدم لاستخدام أصول الدولة لرد الودائع. نعم. ومتفقين عليه تقريبا من أقصاهم لأقصاهم على هذا الموضوع، وأنا برأيي هذا وضع وعد سياسي لأكثر، ويجب ألا يمر، لأنه إذا مر هو حيكون في خدمة 12 ألف حساب. نعم. للدرجة الأولى. نعم. أنا مني ضد واللبنانيين مش ضد، ولكن خلينا نعمل بالأول تدقيق في بنية هذه الودائع قبل ما نحن نسد حقهم. بالضبط، هاي واحدة. اثنين، بالنسبة ساعتها البنوك فيها تعيش، إذا مش كلهم معظمهم. نعم. أنت شلتي عنهم العبء الكبير. فبالتالي فيهم يبقوا على الطاولة، والأخطر أنه بيبقوا على الطاولة من دون محاسبة، بمعنى كل اللي انعمل كأن شيئا لم يكن، وبيضلهم كلهم قاعدين على الطاولة. بالنسبة للدعوة الأمريكية اللي تفضلتي فيها، بس خليك، أنا في تغريدة لألك بتقول فيها: دعوة في الولايات المتحدة الأمريكية ضد 12 مصرف لبناني، بدأت الدعوة تتقدم بما يشكل خطرا إضافيا على ما تبقى من قطاع مصرف. شو أساس هذه الدعوة ومين مقدمها؟ مقدمينا زوي ضحايا، دعوة مدنية هي ضد 12 مصرف. زوي ضحايا بيعتبروا أنه سقطوا بالعراق بالمرحلة اللي كانوا فيها الأمريكان بالعراق، وأنه ربطوها بأعمال لحزب الله في العراق
يفترض انه عندهم أدلة انه حزب الله لم يكن مختبئا، انه كان مقدم، كان مش مساهم بالاعمال في العراق. هو بيصنفها اعمال مقاومه، هن بيسموها اعمال ارهاب. وفي عدد من البنوك اللبنانيه كانت تعمل في العراق، وعدد من البنوك اللبنانيه هون التي بيفترضوا هن انها تتعامل مع حزب الله، او فيها تبييض اموال للحزب، ومفترضين انه في تبييض اموال للكابتاغون والمخدرات والسلاح الى اخره الى اخره. دعوه مدنيه مقدمينها ذوي 12 ضحيه، ذوي ضحايا ضد 12 بنك. ولا كم سنه عم بتجرجر جديدها. طبعا الناس بالاول خدتها انه مش مهمه، ولكن تحركت خلال الاسابيع الماضيه، وعدد من البنوك اللبنانيه وكل محامين وبلش يدفع مصاري، وهو خايف حاليا من تداعياتها. ليش؟ لانه حصلت دعوه مماثله ضد البنك العربي ووصلت التعويض لمليار دولار. تخيل 12 بنك اليوم تحت هذا السيف. مين هن؟ فيني اقرا لك اسمهم يعني بدك من الذاكره ولا نقراهم؟ يعني مثل ما بدك. الاسرع نقراهم. انا 12 مصرف لبنان اليوم وكلوا محامين على دعوه يعني تقدمت عليهم من الولايات، من الاراضي، دعوه مدنيه بالاراضي الولايات المتحده الامريكيه من ضحايا جنود عراقي، جنود امريكيين بالعراق، جنود ومدنيين نعم. وفي القاضي او المدعيه راحت بالاسابيع الماضيه قالت لهم طيب اعطوني معلومات اضافيه، بس تقول لهم اعطوني معلومات اضافيه يعني الملف يتقدم. عاده هيك بالبروسيس يعني. نعم. عرفوا البنوك هون طبعا دب الرعب، ومعهم حق يخافوا اكيد، لانه هذه منها بسيطه وما فيها سياسه. تخيلي هي دعوه مدنيه، يعني مش انه والله بكره حدا يقول لك انه ضغط امريكاني وشيء، لا، دعوه مدنيه ناس عاديين يعني. لانه بقضيه البنك العربي السلطات الامريكيه والاسرائيليه ما كان بدهم انه البنك العربي يحكم. تخيلي البنوك هي المتداول اسماء، هي بنك عوده، مياب، فرنسا بنك، نعم، سوسيتي جنرال، بلوم بنك، بيبلوس بنك، بيروت بنك، لبنان والخليج، البنك اللبناني الفرنسي، بنك بيروت والبلاد العربيه، جمال تراست بنك طبعا صار من الماضي، وفينيسيا بنك. لنشوف يعني هذه قضية حتى بتتابع اليوم، لنشوف شو موقف يعني هذه المصاري. في محامين اليوم البنوك المعنية عدد، بس يعني بس لأنه كان عندهم شغل بالعراق يعني. هلا طبعا وجهة نظر الضحايا أنه بدهم أي وسيلة ربط حتى ياخذوا تعويضات. أنت وأنا ما بنعرف، لازم هذه البنوك تطلع تقول توضح أنه هي براء من هذا. يعني نحن مش عم نتهمها، نحن عم نقول شو ما يجري. بس شو هي هن شو التهمة تبعيتها؟ أنه عدد منهم كان في العراق، عنده تعاملات هناك، عدد منهم كان هون مثل جمال تراست بانك، تبين أنه إلو علاقة. عرفتي يعني وقت تشوفي جمال له علاقه بشو؟ بس لحتى بالنسبه للامريكان له علاقه بتبييض اموال من جانب افراد من حزب الله. نعم. بالاتهام الامريكي عم بحكي. نعم. وتم تصفيه البنك. نعم. فبالتالي من هيدي الزاويه هن بيفترضوا عندهم امل يربحوا تعويضات، وبعتقد انه عينهم على كذا مليار، وهذا بينهي اي امل لاعاده هيكله قطاع البنوك في لبنان. تخيلي. نعم. نحن بدنا ال 100 مليون من غيمه تجيك مطالبات تعويضات بالمليارات. لنشوف تفاصيل هذه القضية. شكرا لك الكاتب الاقتصادي منير يونس على وجودك معنا بهذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك، وعيد عمال يعني إن شاء الله بكون أفضل العام المقبل. شكرا لك مشاهدينا، شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء.